عاد أيمن حفني نجم الشباك في نادي الزمالك ذاكرة الانتصارات إلى فريقه مرة أخرى بعدما قاده لتحقيق فوز مهم ومثير على حساب طلائع الجيش، وذلك في ختام لقاءات الأسبوع 19 من الدوري الممتاز. الفوز أو الرحيل رسالة واضحة ومصير أكثر وضوحا كان يعلم محمد حلمي المدير الفني للزمالك جيدا قبل انطلاق لقاء الفارس الأبيض أمام طلائع الجيش بالدوري. فالسوبر لم يعد يشفع، وهزيمة الانتاج الحربي المفاجئة وما تلاها من لغط حول مصير الجهاز الفني جعلت الجميع يعلم جيدا أن أي تعثر جديد سيعقبه تغيير معتاد. دوافع الزمالك في الفوز ولا شيء سواه بدت واضحة في تشكيلة حلمي، فجاء الدفع بثنائي فقط بخط الوسط والاعتماد على ثلاثي خلف المهاجم، وبخلاف ما كان منتظرا وبينما يتوقع الجميع أخذ الزمالك زمام المبادرة بغت طلائع الجيش الفارس الأبيض بالتهديف في الدقيقة 13 عبر ركلة جزاء حصل عليها أحمد عيد بعد تهور غير محسوب من معروف يوسف لينفذها عاصم صلاح في مرمى الشناوي بنجاح، معلنا أن الجيش لن يكون صيدا سهلا، إلا أن الزمالك لم ينتظر طويلا لاستعادة كبريائه، فأتى الرد السريع والقوي عبر نجم اللقاء أيمن حفني والذي تقمص دور لاعب البلاي ستيشن وسجل هدفا رائعا R2 على طريقة النجم الهولندي أريان روبن في الدقيقة 18 قبل أن يعود الحاوي ويوقع بنفسه على الهدف الثاني بتصويبة متقنة في الدقيقة 29. الرد الثالث كاد أن يرسله الحاوي بعدما تلقى تمريرة رائعة من المراوغ القاتل مصطفى فتحي، لكن كرته التي انتزعت معها هاتما في الملعب اعتلت العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك وتسيده. عطش الزمالك للانتصارات استمر في الشوط الثاني ليفتتحه كما اختتم الأول، فبعد بدايته بتسع دقائق فقط أضاف الفارس الأبيض هدفا ثالثا جاء نيجيريا خالصا من عرضية معروف يوسف ورأسية ستالي أهاوتشي الذي أكد أنه رأس حربة لا جناح. هدأ رتم الزمالك تماما بعد الهدف الثالث، وخاصة مع خروج حفني تصدى الشناوي لتسديدتي حسن يوسف وعيد عبد الملك، لكنه لم يستطع الصمود أمام صاروخية محمد أشرف التي سكنت شباك الزمالك بالدقيقة 78. هدف جاء متأخرا حيث لم يكن كافيا لعودة الطلائع للمباراة لينتهي اللقاء بفوز ثمين للزمالك ومهلة جديدة لحلمي.